الآن يا شيخ التلبية المتمتع متى يقطع في العمرة متى يقطع التلبية؟ أين إذا بدأ في الطواف أم إذا رأى البيت؟ وأيضا الحاج متى يقطع التلبية؟ يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف، والقارئ أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، عند شروعه في جمرة العقبة يقطع التلبية قبل الرمي.